إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنكو سوچنا كتاب تقريب الحصول وحان قارهان كدح شرني أمرك مسائل كيسة مسألة ذا. وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية للدليل يقتضي ذلك، شرح إذا كنت شرني والمعاني ونرب الله بنا والمعاني معاني ذا التي معاني ذا يخرج أبحو الأمر أمرك عن الوجوب واجب لماذا أكبحو إليها معاني ذا حقه ذا أبحا كثيرة وفربلنطة وحوين أمركم مركا أكبحو واجب لماذا معاني ذا أبحا هذا أفربلنطة والمعاني معاني ذا التي معاني ذا يخرج الأمر أمرك أكبحو عن الوجوب واجب لماذا إليها معاني ذا حقه ذا أبحا كثيرة ومتفربلنطة أوصلها معاني ذا سوحو قاسية بعضهم بعض الأصوليين أصوليين تقبل كود إلى 35 معنى صدر يشن معنى أيو قاسية أو أن أخين واجب نمو إنو أمركو كوي مادو مركو إن يروك الشهي من ومنها معاني ذا سوحا كمدا الأول أن ندبو سننمو واجب نمضو كبح أمركو نتبه فائدية وذلك مثال كينا كقوله وإله قول كيسو قال تعالى إله واصر إياه إله وقل سبحانه وأشهد مرقاتي قلية إذا تضايعتم مرقات وحكا لقضان أيضا فقوله إله قول كيس إله أويري أشهد مرقاتي قلية أمر وأمر أمر كاسو على صيغة إفعل إفعل صيغة يدكو سعظم أنا وفعل أمر إفعل ساسا لولتش إذا وفعل أمر والأصل أصل كان أنه أمرك يحمل وإن لحنبارا على الوجوب واجب نمال وحنبارا لكن صرفه أمرك وحل لحيه صارف دليل لحيه دليل لحيه وهو الدليل كسوحيه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم اشترى وحوك قطي من أعرابين مثل البادية فرسا فرس ولم يشهد من مرقاتي قال النبي صلى الله عليه وسلم مرقاتي وموسى صمين ولم كقطي لعقتي مصين بيع إيا العكس بحنت الله بي كلاك شيء قاني مثلا انت وكاقت واي وكو كلاك لعقتي مركا حتى ميان بحنا هذا ومين بحنا ومسالة كلا ما بي واي تقول صلى الله عليه وسلم لعقتي ودون مركو لعقتي ودون ووحوا يعني من كلا اسكاقر برصد هاي مثلا قاسين ايضا مثلا قاسين ايضا ما بي قول صوص عيو مركو وشدو وراء محمد حتى دي قاقة دي فارس كي قاقة دي قاقة دي قاقة دي قاقة دي قاقة مركز المقاتو كان ياك غلط ما هو المقاتو ما سمي مقاتو كان ياك مقاتين يسنجوا اوغي مفتا خزيمه بن ثابت من صحابه غير انا كون مقاتك على رسول الله ما هو سنجوا مركز الرساله يقول مقاتك لما نجوغي وحان حميسان يرى رسولك الا ان او بيشيغي ها فاصن كوغو مقاتك قف كسته مؤمن لو واجب ساس انه كوخان انا ما بيقول بيشيغي وحان كو قنا اني رسولي كو رمي rumaynta aan ku rumeyay waxay keenaydaa inaan rumaysanay inaad marka been sheegay marka adiga inaad ka galatay qiimaha sheegayna waa gata ana marqati ka nabi maxamed xuri sallallahu alayhi wasallam khuzaymah ibn thabit laban nin marqati go'o dhikan ma marqati bis ha wariis marka iska dadad khuzaymah sawaysho mid kale lagu dirimo ha marka nabi ninkaas uu ka gatay marqati uma samay fa dalla wa tusif fa ilka ilin adam al ishah marqati dirin laanta halka salu ilin فدل وحوت صي عدم الإشهاد مرقاتي قليل الأنفس النبي مرقاتي السمين على البيع بيع مرق لقليل ومرقاتي الله السمية من دون إليه كل السنة يئن بيها تاسي توستي إلا النبي واجب تيت واجب كما تقن صلى الله وسلم عليه لا إثم وحدا بينا على تركه مرقاتي قليل تكتغدي سكر كذا ما هاني وقوله وحكى له الدليل وقوله إلهي قول كيسا تعالى إلهي واصر إياه كقوله ذهريك عطفنطة إيه وقول إلهي قول كيسا تعالى إلى واصر إياه إلى أوير سبحانه فكاتبوهم كتابية إن علمتم هددكو أغاتان فيهم الضومات بحدودة خيرا خير هددكو أغاتان ووحوين بطوصن وشقي سكرا وأن وحوين بلشدة وليس كلسون نقيم هددكو أغاتان حرية هدين كدل بلان أيضا حيكهد ليدي
ninkii adoomare adoonkana wanaag ku yaqaan haduu adoonku yiraa kitabe inuu kitabeeyo kitabeynta macneedu waxay tahay adoonkeed leeshiini halaba intaas oo dhaqaalaha dad ii keento xoraad dhaqaalahaana waliba u kala dugoyne laba sano hal sano saddex sano qadar intaad ku heshiideen waliba adigana waajib waxa ku qayb inaad bixido waana ugu laftirka wasiidkaana qayb bixido laftirkaan marka sidaas ayaa leeyahay kitabeyn hadda waxa intii uu kuu keenkeena kuu keenkeena kuu keenkeena marka uu dhameeyo xor iska yahay khalas ilaa uu heshiis ku saasahay ilaa uu subhana fakatibuhum kitabeya in arimtum adad ku ogaataan fiihim adamada khayran khayra adad ku ogaataan fal amru amarka amarku fi qawli ilaahi qawlka isku sugan fakatibuhum ilaahi linadbi sunanim usunaad sunanim usunaad لانه شني حكل لي وعليه قاعده غوده كل لي دليل هذا كلام ايه يحدث الكلمه لكن قاعده قاعده بس واحد تهي قف كان مالكيس انه كعنتيس كبخيا واجبكم احن الا اختيارك سماحن تاسا قاعده غوده قف والمالكيس سغوليه واجبكم نقطه انه تصرفكيس كهوس بخيو اما ها ها تو كتابين اما طريق لها هاتي واسننمو يا اراده يا فضل واسو سميسنا هذو كتابين أقول عيري فالأمر أمرك أمرك في قوله كسرا فكاتبهم للنبي صنم أصنع ذي لأنه شأنية لا يجبكم واجب على أحد قفنا أن يخرج إنه بحيا ماله مال كيسة من تحت يده جعنتي سوستي ذا أكبحيه بمكاتبة أكبحيه أو غيره أما غير كذا أكبحيه من غير اختياره الدار شلعان أكبحيه وصدا وحويا قاعدة جود أي تحيوي وذكر بعض علماء الأصول إلى ما أصولك قبل كم إذا وقوا شيئا أن ما أمر الله أمرك قاعدة كليقاتنا يوم أن ما ماذا أمرك بعه أن ما أمرك تعلق كتعلق بمصارح الدنيا 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 كما في المثال سيدا مثالك كسوغا مثالك ألا وليه ري مثالك ري وأشد إذا تبايعتم متان دن نبت دن آخرية كتير تحرين تأضون آخرية ودن آخرية جلت هيري كان هرية تلاك ودن الدون inaad adigu marqaati gelido marka wax gadaydo marqaati dana ku jirtee danta ku jirtaa wadan aduuna waxa weeye hadhow maalkaaga ka dayacmi ma diqof kaanu ku inkiro marqaatigaada u keensane laakiin haddii aad marqaati u sameeyin haduu ku inkiro khalas haddii mufsid awl maalkaaga inkiri dhaarna waa u diya adna marqaati ma hidid maaru maf ku siina waan iska tagay marka maalkaaga ku wax xifis ma marqaati sameeynta marka maslaha aduuna ku jirtaa misal kore وذكر وحشي غي بعض علماء الأصول علماء الأصول كقبل كميدا أن ما أمرك تعلق كتعلق بمصالح الدنيا دنها الدنيا ده. كما في المثال الأول سيدا المثال كوركوسوغا يسمى أمرك سوكال وحلو مقعابا إرشادا هنونين إلهي وإنهي سبحانه وتعالى يرسولك سيدات وحكو هنونين أيان وكو التوسين أيان سيدا مصالح الدنيا وحفل اسم ملايات وما أمرك تعلق كتعلق بمصالح الآخرة دناها آخرة وذلك سنك المثال مثالك يقلوي مثالك الثاني اللي يسمى وحلومك على الندم وحي مصالح الآخرة كتعلق أو أمر أو أن أخي واجباتك على قبل وحلو إلى الندم قارة ساس أكلا قادين ومرك وحي ليهين وحي بكل حين يبو أشدو واجب لماذا وحي كل حين وحوين قاعدة سكوت أو مصلحة دنيوية لكن الشيخ محمد صالح العثيمين شرح او كتابك كو شرح وين وكليه لكن انا هين تاليفي او دروستي او اقري كتابك انت قري واردد انو اخري جيري مركاس ارددي قرين واخا وين لا دابع و خو ليهي مرقاتي جلينت كلغه سنه مورا مري ويتم نقو كارتا مثال حدين اغونك مسؤول كات مالكي سياد غريبه سيدهنا وحيالها ليهي و خو مرقاتي لو سمي عرفي لو لابنا هو شينا واشي اسك تافيه ومثلا حبه كوتي ما كان ميلان كسو غدانايد انات مرقاتي انو سمين دقائق ما تيرادو عرفي بكم دولكسان كاسو كلام ما شينا واشي مهم سيده غوريا لغدا غاريا لغدا واشي مهم وين مقاتل وصل عرفي رصاصو كدريرسد ماركا وغلي هورتا عرفي لفتيس لو خيرينه او وحيالها اسك تافيه ليتنا مرقاتي لو سمين ما وحيالها مهم كانا مرقاتي لو سمينا ساسين هاجيب سو ما جيدي marka wuxuu leeyahay shay muhiim ah dad gabeeyo uu iska leeyahay mesela abuur aad ugu masuul ka tahay agoono kala kuma banana marqaatil aan inaad wax weyn qabto xaraana ka tahay waajibuna markaas kala marqaatil gelinto ay noqonay sababta keenaydana waxay tahay maalkaaga hadaan adigu marqaati u sameyn oo ay ka dhalato inuu dayacmo marka horeba maalkaaga bixi kartayba
كرو مالك لفتيس وصبحي كرتا صوما لكن مالك أغونك أدوما بحكرت واجب هو إنا حفظه ما دام هذا مرقاتي أصمي أضيع مكرو وحوين واجب وحاكوة إنا مرقاتي أصمي مرك حتى على الإطلاق كما على الإطلاق مرقاتي وصنو على الإطلاق كما لفتر كيدو سلام يا سنام سلام مهين ورشيقه وصنيع المصنف مصنف عثيمين سنعديسة سيدا كم مقطع يدل وحطوصا على أنه مصنفه يرى إنو أركو أن نتبى سننماده يشمرها إنو شملين يا مصالح دي حتى أدو يد أولا ما أي نتبى إسلسو قليا مصالح الدلوية أمر كتوصي إيا مصالح دا أخروية أمر كتوصي لما دبا إن نتبى إسلسو قليا سنعدى الشيقة ساسا كم مقطع سوف أفير مركو إلى أمركو نتبيو تسا كو مثال كي كبادو كان يوان محا وأشدو إلى تبايعتو وأشدو إلى تبايعتو وأنا أمر أو وحاويين ليس أمر أي شيء من مصلحة من مصالح الدنيوية مركا وحاويين تاسو وحي تسا إذا مدامو كو مثالي وحو أركاسكو أوامرتا أما هاتو سين مصالح دنيوية أما هاتو سين مصالح أخروية لبادو بإني كمديهين نتبيو ويسو قليان ساسا عديسة كم مغاطة وصنيع المصنف مصنف كسن حديثه يدل وخطوصا على انه مصنفكو يرى انه اركو الرئي رااد الرئي هيد وي انه امسن وحتقيسن هوي على انه مصنفكو يرى انه اركو ان نتب سنن مادي يشمر ربا كما كرتا انه شاملين يا مصالح الدنيويه لانه انه ساس امسن وحكتوسه لانه مصنفك مثل ومثالي له للنتب نتبي بالاشهاد مرجلين عند التبايع وحكالا قداشاد اكتيدا لما قاتي قليو وهو اشهاد كاسونا من مصالح الدنيا الدنيا دا مصالح دا كميديا التي مصالح دا ترجع انه قنيسا الى حفظ نظامها الدنيا دا نظام كده الا الاليو الثاني معناها اللبات او ابحو امركو مركو واجب لماذا كبحو الاباحة وبنين واكثر ما شيء اقبضا او تكون اباحة اي كسوناتا في موضعين لبن مرادوي إباحته أنت أقوب بدن أو كنت معطى مرك أمر إباحة وفائدينيو مالها أقوب بدن وكوي ماذا ولبن موضع ألف إذا ولد الأمر أمر هدو سوء أرارو بعد حتر ديريد كقبال هدو أمر أنت سوء أرارو مرك وردت شيئا وليس كود ديري كدب الله إس أمري وحلليه يوحو فائدين أمر كاسو إباحة شيء أو شرعي أول ديري أو ممنوعها حدي امر شرعه و خو فايدين هلليه اباحه تاس وامت فان الله الله حضر وديدي السيد اوغارسغا سيد كلو معنى وا كو دحا مسدك وا كو دحا اوغارسي وا سو قرشد اوغارتا سو قبانيدو سيد يصيد سيدا اوغارسي مسدك وا كو دحا و خو كلو كو دحا اوغاركي لفتركيس او بمعنى المسيد كي لو اوغارسني لفتركيسنا سيد اليرهدا فإن الله الله حضر وديدي السيد أغارسي وديدي بل فعلك كريد إنه أغارسته وديدي في قوله إله قولك سوكو ديدي إلى أوير غير للسيد وأنتم حرم أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم والليمين حلاليي حولها النم أوليدا إلا قيب لين كحرم الله إنه كدو الأخير دون مركة لك حريبه وآيات السبحانة سورة دا سورة المائدة لغون كل أخير دونه قيل تصدير لغا الرياضو انت كلاوة لينين حلالي مركز إلهي غير محل السيد إذن كون حلاشين وأنتم حرم إذن كون أغارت حلاشين مركز حرمانتهين غير محل السيد وأنتم حرم غير محل السيد أغار ساشوك وحلاشانا غير كود حالتين لينين حلالي حولها والحالتنا أغار سنين أنتم إذن كحرمك وحرمان آتين ويحكي عمر حرام ثم أمر ربوا أمري به سيدك بعد الحطر ديدي كقضال ملك وإلهي ديدي كدب وإلهي أمري إلا أغارصده في قوله يكو أمري وإذا حللتم ملك الحجك يا عمره كحلال نغطان فاصدادو أغارصده فيحملوا أمر كان وحل وحن بارا على الإباحة بنين لأنه أمر كانوا وقع وحور دعي بعد حضر من إن كدبوا دعي من إن كوري دي وإلهي من إيه إباح الفائدين مثال كلي وحضر إلى هواد ديدي البيع إن وحل قضو بعد النداء أدنك كقضال أدنك أثاني أولي بي وحلو ديدي نواتتك شمعادك واجبتي بس بطلق الله وحوى قدكرا قبله وحوى إسكا قدكرا
من يوم الجمعة أدن كاسو من يوم الجمعة في يوم الجمعة ما لنت الجمعة الأحيادة هذه في قوله إلهي قول كيسو كديري يا أيها الذين ضدك آمنوا حقركم أيينو إذا نودية مركة لن ناديو للصلاة الصلاة من يوم الجمعة في يوم الجمعة ما لنت الجمعة الأحيادة مركة لن ناديو فاسعوا دكدك إلى ذكر الله إلهي قوس كيسو قطبة دكدك ودروه كتاك البيع دروه داس إلهي كو أمر إن بيع على قطب أو كديري بيع ثم أمر ربي وأمري به بالبيع بيعي أمري في قوله كأمري فإذا قضيت الصلاة صلاة مركة لدميه فانتشروا فعافا في الأرض نقول كده يسكون فعافا وكفدا وابتغوا رادية من فضل الله إلهي فضل يسوف فائداء رادية مركة نقول كفا فعافا فائداء معاش رادية وحقتها أمر وي أمر كمركة كيورو لمدي حتى يقفكم مركة لدميه واجبنا ما سننا ما إن أغار رادية تنوى سيدو كلمانتا تنعادا مكا قدبالا لتوكالا لغا صبحو واجبنا معها ان روكا لغو فافو لذيادية بيل سننا معها يرغا يان في ادي رتا دارتو سيد كان القرآن ويسك آخر سكرتا درسي نوى ادي كرتا لكن امر كان دمبه او افنتشرو وابتغو لبادان امر با وحي توسيان اباحو سبطو مركي هوريل لديدي بيعا مركي سيكد بلايس امره فيحملوا أمر كان وحا لوحا بارا على الإباحة البنين لأنه أمر كانوا وقع وخور دعي بعد خطر ديديد كقضال وحضر وحكروا إله الديدي وط المرأة إسلامتي اللو قل موضو إسلامتي الحايد دحايد كقبتي في قول إله قول كيسو كديدي وإلى أويري فاعتزلوا كفوا قادة النساء الدمرك في المحيط ماشا أي حايد كقضان ضف مكان مكان اي حيث كقبانو ديقو كصعدو مكان كاس كفوغادة في المحيد زمن اي حيث كقبان كفوغادة ولا تقربوهن هو دوانين وانه يسوماهم لا تقربوهن ولا تقربوهن هو دوانين حتى يطهرن الى اي ظاهر كنقونيان ثم امر اله هو امره به بالوطء قلموشد يؤمره في قوله قول كيسو كو امره اله اويري فاذا تطهرن مرك أي إسبهيران أو قبيستان حتى يضر واحد حيث أنقعه تظهرنا وقبيسكي دي اللي وين وجبجبيسكي ما بوريسكي فإذا تظهرنا مرك أي إسبهيران وقبيستان فأتوهن أقل موضة وأمره من حيث مكان وقل موضة أمركم الله إلهين أمره مكانك إلمه كدشانا فأتو حرثكم تيوي تي الله إن أمره ميش إلمه كدشانا يانا مكانك وقل موضة أمر كان مركب فاتوهن وأمر صماهن مركب قواد حليل كقبيسة إن لننكو قل موضا وواجب لديهما وصن ملاديهما حالة ليه ومباح ليش محيون نقطة مباح لأنه فيحمل أمر كان والحنبارا على الإباحة بنين الوحنبارا لأنه أمر كان وقع وخور دعي بعد حصر ديديد كذا ديديد كوري ديديد كوري والله مت فالآن باشروهن وحل لكم ليلة صيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلهي وين محيري مكورو ممنوعي كيهر ننكا دور رمضان غيرو حاسكي سئين أقل موضا حبينكي مركي دمد إلى وقل فالآن باشروهن أقل موضا باشروهن وأمر أمر كاسوح للي وقل فإيدينا إباحو محايا لوقع بعد حظم واي وهذا المذهب كان الامر بعد الحظر يقتضي الاباحه مذهب كان كان وش هو كان الامر بعد الحظر يقتضي الاباحه وهذا مذهب كان مذهب اكثر الاصوليين اصوليين انت اوغ بدا مذهبكوده وي ومنهم اصوليين تاسونا كم هذا المصنف فمن اصوليين تاس اكثر يلا ايو راعي صو واختار واحد دورتين ضائفه كو ضائفة سو من المحققين إلو ماذا المحققين تا كميدا مالك المذهب كيسور انت انا كتبين محايد دليل شدين محايد دليل شدين مالك إليهين قاعدة وحاء الأمر بعد الحطر للإباحة مالك إليهين حايد دليل شدين وحيدا لأنه أغلب استعمالات شرع وحيدا أنت استقراعا سمين وعراع راعمي وأغلب استعمالات شرع أغلب كسيدة سوية أفر أيضا أنا كده مثالين وحيرنا وراء رعنا وراء رعنا وراء رعنا وحويا وأغلب استعمالات الشرع شرعك استعمالات أو استعماله مركة شيء منعيه
كدبنا او امره وحيرادن وحو نقضا مباح شيء بعصف ساسي قلداس دليشدي حقا وغود قلداس. وهذا كان مذهب اكثر اصوليين ومنهم المصنف. واختار طائفة كوحة وحي الدورتين فروحوا من المحققين علم الآد وحصوا تكمدا. وذلك مثال كابن تيمية أو كلاوية وابن كثير أو كلاوية وشنقيدي محمد الأمير شنقيدي إيه وغيرهم أدو فربدين وحضا كمدا الزركشي بحر المحيطك أن الأمر أمرك بعد الحطر الديديد كقضى الحال وهذا يرد الشيء الشيء علينه إلى حكم حكم كيسي حكم كي السابق يهر مريد قبل الحطر ديديد كور نهر مريد حيرا هدين الأمر بعد الحطر قاعدة إسكاك السعطة ماهان إباحو كان وجوبو كان ندبيو كان مثل ماهان إيران وحويان الأمر بعد الحطر يرد الشيء إلى حكم السابق قبل الحطر وحيلاني أمر كان ضمبي وحيلاني هاي كالية إنو ماشا كسار حطري أمر كان ضمبي معنيه سيفائدة دي سواحي التغاي لرفع الحطري من إبيوت ماشا كسار marku mar ay meesha ka saaro shaygu intaan la macay hubanku lahayu ku laaban saas weey yiraahdee sidaas weey yiraahdee mahayl amar kan wax kale keenima li raf al hafri allah keen yiraahdee fa in kana du aaday bi hukmu hukmu shay shaygaas lays amro maamuru biiga hukunkiisa fa in kana du aada hadu aado hukmuhu hukmu al maamuri bihi shayga lays amray hukunkiisa qabla al hafri diidida kor hadu aha الإباحة إباحة حمل أمرك وحل وحن بارا على الإباحة إباحة وحن بارا كما في الأمثلة سيد المثال لذا كسونا أمثلة دي أصابقة صهر مرة تاسوامد حال كل قطفير أمثلة دي صهر مرة أفر طبعا أغارسك إنت هذا حج حيران عمران حيران هذا أغارس إنت أغارس التمحوية ومضح دليل بها يمجر واسمه يوويت منه صمع مركات حج حيرته ممنوع كان مقرم أما عمر حيرته مركات طميضه ممنوع لماذا ماشي لقى سارة سيدي ورد كسو الله مانا ولدى ساترى قفك وردي سادة حجين إيا قفك حجي إيا حجي صوت ما يستي حكم كأغارت واسكا قمت هدير صوما واسكا قمت ميت وصلنا قار ويها إلا ما أرك صوما إذن مركا وحوهيان أمر كان حطريقة كدن بي حطريقة وماشي كسارة حطريقة وماشي كسارة وكذلك فيري وحوهيان قفك الجمعة انتان لقارين قول لأدمين انو واحد قدام محايتها واشي اسم مباح بس لقرا كرا واجب لانصنانكم وكذلك مركة الجمعة لماتا جمعة مركة لأدمو الله يسكن منعي مركة ايضا ماتا الله يسأمري امركم من انتي وماشا كسارة من انتي وماشا كسارة خدون كوخو كل مانا واحد قدام شادا يبوك المغفافا كما كان قبل نداء يوم الجمعة وكذلك ان قبل عدد كل عدي زوج كيدي لأمخي مركي كخباي ستاي وحالة ليه يهي انتان عدد كل عين حي أحا قال موشد شاي مباحثة ماهان مركي عدد كل عدد لغا منعي مركي بماتال لأمخي امر كانوا منعي ماشا كسارا مركي وحا قوم كنغونا انتان عدد كل عين سيدو أحا كل سداسة الوودة ساسة الوودة مركي وحا ويان وحيرادين امر كو حقوم كأعليا او حتري كدن بيا حكم كيسي سابقا هاو كعلينة واي وإن كان هدو أهادو حكمه شيغ حكم كيسي قبل الحتري ديديد دي كور الوجوب واجب نمو حملا أمر كدن بينا وحل وحن بارا حل الوجوب واجب نمو الكتاب وصنة بطاسي توسيا الكتاب وصنة لبدا واحد توسيا هدو شيغ أول واجبها او ليس كم من إيو او كدب ليس أمره إنو واجب نمو كلابنا مثال وذلك كاسو كما في قول واسد الله قول كيسا كسو انت على إله واصر إياه إلى وغر سبحانه فإذا انصلق مركة بحان الأشور بلاها بلاها الحرم حرمضة لي فاقتلوا الله المشركين قال إله أشريك يا شيء حيث ميلنا كل الله وجدتموهم أتكه الشام ميل ألم يشتكوه الشام كدير وحل لي فيري مركة فقد حضر الله ويديدي قتال المشركين قال الله لدقالهم في الأشور بليه دحيو دل الله دقالهم بليه الحرم حرمضة لها ثم أمر إله وأمري به بقتال المشركين قال إلا الدقالهم فيحمل وحل وحن بارا على الوجوب واجب هو أمر كان قتال فيحمل هو أمر كان وحل وحن بارا على الوجوب واجب نمو لأن قتال المشركين مع
maxayre gaalada la dagaalamid deeda qabla al hatri diidida kor la dagaalamo kaana kitalkas waajiban ayuu aha marka markii dambena ama kaan dambe oo waxa weeyaan faqtul mushrikiina meesha wuxuu ka saaraya mancigi sidoo hore xukunku ku laabana sidoo hore ku laabana wakadalika sunna sunnaduna sida hadiiska saxiixaynka waxa weeyaan nabi wuxuu dhul sallallahu alayhi wasallam ida aqbalat haydatuki marka aadadeedu ku timaado gabadhi waxa weeyaan ee istixaadada ay hadhay ay uha fadhi salata salata kat fiiri fadhi salaa wa kam min ee salata gabadhi aad ma ku dhacdo wa ida adbarat markay jeesato aadadi faghsili anka dam diiga xagaaga kamay thumma salli tuk salli wa amr sumaha man iyana ka horeeyay amarkaas yaa dhig kara ibaaxo tusa lama dhig karo gabadhu markay ay aadada ka dhamaato inay tukato ma ibaaxa ma way weeci man igu amarkaan meesha ka saara wa kadalika hadii uu sheegan ahaa waa weeyaan sunnana waa sidoo kale haduu sheegan intaan la iska manin oo sunna aha waa weeyaan kadibna la iska maniyo hadana la is amro sunnanadu ku laaban misal kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fazuruha wa in karaba hadda ko quburaha inad booqataan hadda siyarta zuru das amar weey nadbiye tusay maxaa lay nahaybi meesha ka saare xukunku wuxuu ku laabana kama kana qabla nahi in quburaha la siyarta bakarsay sunna u eheed ay sunnadan u noqonay marka amarku haduu manci ka horeeyo manciyu meesha ka saara qolaba una hayxu jeesteen wa hada alqawl qawl kan huwa alladhi wa midka tajtamicu ay ku kulmi karto bihi qawlka aladillatu adillatu xileen qoladan qaacidada qaadana iyaduna waxay tahay waxay leeyihiin icmaalu dalilayni awla min ilqa'i xadhima laba dalil in lagu wada dhaqmo aa ka haboonaasha badan mid in la qiyelo laga tago marka waxay leeyihiin idinka haddaad tiraahdaan alamru bacda alxatri yaqtadi ilaaxa adiladan aynu ku imaanayna aan sheegayno oo mar waajib tusay mar nadbi tusay qoladii tiraahda alamru bacda alxatri yaqtadi lwujuubana kuwa ibaaxa ka hor imaana qoladii tiraahda alamru bacda alxatri yaqtadi nadbana adiladan kala ka hor imaana idan qowlka adilada dhan ku jamcismi karto oo wax ka hor imaanaya la erg waa qowlka oo ah الامر بعد الحظر يرد شيئا الى حكمه السابق قبل الحظر مركه قول كاس اور رجحسن قول كاس وانا حافظ من كثير تفسيرك سوره المائده قولك وكو رجحي والاولون علماء اخرى علماء اخرى لفتكود حي ادلدان او جوابين ادلدان او دحايدا waxa weyn oo keenay al amru ba'da al hatr aw wujuba aqtimid halka sooma sida mithal waxa weyn faydan salakha al ashhur al hurum faqtu al mushrikeen ama sa waxa weeyaan wayda adbarat faqsir anki dam thumma salli ya kuntu naytif an ziyarati qubur fazuru waxa uga jawaabeen waxa ilaahiin in gaaladan la dagaalama marka ashhur al hurum u dhamaado adilla khaarij ah waajibnimada laga qaato ee amarkan ma waxa weeyaan in quburaha la siyaarta dalil khaarij ah laga qaato ee ma ahan amarkan fazuru laakiin ya dhig kara waxa weyn qubur in la siyaarto sunnimada laga ma qaadan fazuruda laga ma qaadan yaa dhika waxa weyn marka adilla khaarijeeyay khaasida qowlki hore kala hadda kala soo marnay fawriyada marka qowlkaas adiladu ku jir ismaydo ayaa raajixa min haythu dalil wal awwaluna ulama hore yujibuna waxay uga jawaabayaan anil ayati ayata bi anna al wujuba wajibka wujubka fi ayata kusugan urifa wujubka wa la gartay min dalilin dalila laga gartay dalil ko khariji kharij bi nisbi la min siqati al amri ama ka siqati salaga ma qadan ba idha warada tu so arara al amru amr jawaban wa masha labat oo so arara mashi kula al hayat oo ugu badna oo so arara al amru ba'da al hatri lil ibaha wa hawayan ba'da al hatri tan labatna wa tan oo so arara amr intay meed u noqonayo ibahada إذا وردت صور الأمر أمر جوابا حال جواب يهي لما شيء يتوهم ليس موتين أنه شيء محظور يهي شيء اللهم علينا إنه ممنوع يهي أي لقى جوابا وذلك مثال كقوله ونبي قولك صلى الله عليه وسلم لما سئل مكي لويديه في حجة الوداع عن تقديم بعض أفعال الحج حجك أفعال شيسة قبل كميدة فرمرين تيدة على بعض قبل كلا لقى هرمريو النبي قولك يري افعل سمي ولا حرج بمنا ملك فهذا امر كان
فهذا كان افعل امر وامر امرك بعد السؤال سؤال كقضى هذا اما شيء ليس ويديو يتوهم لمديو انه شيء محظور شيء لمن يئن يحيى فيحمل امر كان افعل وحل وحن بار على الاباحه حيل هذه ان سنن ما كان بار وحن نقيدا سيدي النبي هو سمي سي انا حج لو سمي فاسمع وحويا لا احد يقول الثالث معناها صدح هذا امر ابحو مركو واجبنمدا كبحو التهديد وغودي وذلك مثالك كقولي والله قولك سوكره تعالى الى واسريا الى وحر اعملوا سميا ما شئتم وحد ربطان انه الله بما تعملون وحد سمينا اذا بصير ومد واركتب وغودي قرينا ذا توسي لانه غودي انه بما تعملون بصير وي هديك الليلة امر كان واجبنم توسى اما سننم وحي نقي امر اباحة حتى دي ليلة وحي نقي ذا قفك واجب وحكا وحضهم انسك سمي حراري حنا اما وضنانت على الاخر تاسنا لا احد يقول من اهل العلم فقولوا الى قولك سويري اعملوا سميا لتديد غودي وسغناد بقرينه الوعيد وعيدك علامه سنه ودليل وعيدك سوف في عقد ايه كسوا وقوله الى اله قولك كقولي دورك فهمت فمن شاقك الدونا فليؤمن الى هرميه ومن شاقك الدونا فليكفر هجالوب ان انغ اعتدنا وحو ديار سنه للظالمين المشركين نار النار نار تاسو احاط وحريريه بهم ظالمين سرادقها بنان كدي سحديد فقوله اله قوم كيس الى اير فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر للتهديد جود يهنجراد وسناده بقرينه الوعيد وعيدك علامه ديسن وسناده وعيدك في اخر الايه كسغان او اه ان اعتنا للظالمين نار حد بهم سرادقها وقوله يا اله قوم كيس الى اير كلوا عنا وتمتعوا اسك راحيست ولا امر سوماها كلوا وتمتعوا قليلا زمانا قليلا وقت يا اسك راحيست انكم اذنك مجرمون الدميريات فانا قرينا هو لصعطة إنكم مجرمون إيه وقول إلهي قول كيسة قل دي النبي صوبانا تمتعوا الراحيستا فإن مصيركم مرجع إن أظن قيدا إلى النار النار تؤهم مركا فإن مصيرك إلى النار تاسا تو سيدا وكما سيدا أن الأمر أمرك قد يخلو تقنوا بحاء أبعي كارتو عن الوجوب واجب لذا أكبحو إلى غيره معنى كلنا أبحو فإنه أمرك قد يخلو تقنوا بحاء أبعي كارتا عن الفور دكتا أكبحو إلى جوات تراخي دبدق بنانا شدي صوبحو فمثلا فأمثلك مثلا تصالا قصينا قوله إلى قولك ستعالى إلى واصل رأيه فمن شهد قفك حاضرا منكم إذنك حالا وإن كمديه المسلمين تعا الشهر بشهر رمضان فليصومه فصومه وأمر ومن كان قفك أهذا مريضا متحنوصا أو على سفر أما سفر كوركيز أو فأفضر أفروي فعده فعليه كركي سواك وحقه على ذاته سيد عمرك غير صريح فعده فعليه كركي سواك وحقه عده ترى ترى راس من ايام مالما مالمه اخرى كره فقد امر اله هو امره فعده فعل فعليه ذا سوي امر هلكاس لقى قادنا فقد امر اله هو امره المريض كركي جيرنا والمسافره في مسافرك اذا افضرا ومرك افران بالقضاء قضى الى امره في ايام مالما اي قضيا مالما اخرى كره عددي مالما سو عددي ما شيء تريديس افضراه اي افران والاصل اصلك في الامر امرك او اصلنا الفور ودقدق لكن دل دليل دليل هو توسي على جواز تقعد فور ردو يهينا رمضان كمركو دمادو ما انت اي داري سورت اني قليدين نقوله اي واجب نقوله لكن دل الدليل دليل توسي على جواز تاخير القضاء قضاء ديب ديسه بنانا شديد وهو دليل كيسو اقرار النبي ونبي كو قرو صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها فقد كانت عائشه وحيها تؤخر بديب دغتا قضاء رمضان رمضان قضيه الى شعبان شعبان انت لي غير ديب دغي جيرتي ما هي ديب دغيده مراعاه لاجل مراعاه الى لين درت لحق النبي الى لينيده صلى الله عليه وسلم فاصل كلمه يد واجب لو غتو اي وحا لو الى لين كرا سنه فتعطيت سكيريدو نبي وحوين سوى تكتا صلاة ما يسوى تكتا سوى تشوغا نبي حتى يواجب لو تيجي كرو مراعاة لحق النبي إلا صلاة إذا كنتو توبا هكرا سوماها صلاة إذا كنتو مركب مراعاة وحوين لو تيجي كرا شيئا واجبا وهو النبي قنا لا يقر مقر على باطل باطل والأصل أصل وحدي اكرت مرك الا يرهد عائشه كو سو ارورت يا دمره رجينا ما بنات يدبو دغان والاصل اصلك في الاحكام وصل ان ما حكمك ثبت كو سغنادا في حق النساء دمرك حقوده يثبت وكو سغنانا في حق الرجال حق حقوده وكو سغنانا والعكس بالعكس عكس ورا وعكس لك او اه
حق حكم كي رجا كسونا دانا دمرك وكسونا الا ان ياتي انه يمد ما هني دليل 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 كاس يبين عبينا خلاف ذلك ارن كاس خلاف كيس بدون دليل يمد ولا حكم كان دمرك وقافي اي انا حكم كان رجا وقافي اي ولا لي واحكام سداسه جيرته دمرك الى احكامك غاريه حقنا احكام الى غاريه.